وعلى موجات إذاعة بلاتينا فيم 98.9 وتتابعوننا حول أنحاء العالم على رابط البث المباشر الحياة فيم.net. وكما نعلم أن الفن هو تعبير عن أفكارنا وعواطفنا وحدسنا، لكنه أكثر شخصية، فهو يتعلق بمشاركة الطريقة التي نعتبر بها العالم والتي تعد بالنسبة للكثيرين امتدادا للشخصية. فكما قالت الرسامة اليابانية يوكو أونو: لاغ إتا مود دو سيرفي، أي أن الفن وسيلة للبقاء على قيد الحياة. لذلك معنا اليوم الرسامين الموهوبين، أو بالأحرى الأخوين مسلم ومؤمن حلوس. مرحبا بكما. اسمي مسلم حلوس، عمري 11 سنة، نخلص سنة 6 ابتدائي. شاركت في المعرض التشكيلي الأخير بقاعة الحليوي بالمركب الثقافي. نقرأ في مدرسة سد من الفرات. تشرفت بكما. مؤمن قدم نفسك. اسمي مؤمن حلوس، عمري 9 سنوات. في أي مدرسة تقرأ؟ في مدرسة العقبة ابن الفرات. شكرا لكما. حدثيني عن علاقتكما بالرسم، تفضل مسلم. لماذا تحب الرسم؟ نعرفش كي نرسم نحس روح مرتاح. لننتقل إلى تحليل لوحاتكما، سمعت أن لديكما لوحات جميلة جدا، ما رأيك مسلم أن تبدأ بتحليل لوحاتك لنا؟ اللوحة الأولى سميتها غابة السافانا، عبرت عليها في وقت معين اللي هو وقت الغروب. عبرت بالألوان الحارة، وهو ما الدرجات اللونية ما بين الأصفر والأحمر، وهني أعطيت نظرة ضوئية خاصة للمشهد وإحساس خاص في نوعية الضوء وتأثير اللون بالضوء، لأن ضوء المساء ضوء محمر، فوظفت الألوان الحارة لهذا السبب. ثم وظفت الحيوانات مبسطة في أشكال مبسطة يعبر عليهم بالقيمة الضوئية السوداء، تعبر على الحيوان ولا يوجد فيها التدرجات اللونية، وهي طريقة استعملها الفنان الفرنسي هنري مارتيست. يستعمل اللون الواحد. أنا وظفت الحيوانات باللون الواحد باش نعبر على انعدام التفاصيل أمام قوة الضوء، يعني كيف تعكس الضوء علينا أمام عينينا، ما عادش يصعب علينا تمييز الأشياء. التي أمامنا، لذلك عبرت باللون الواحد أو القيمة الضوئية المظلمة على الحيوانات. أما اللوحة الثانية رسمت فيها شخصية جوجو، وسميتها على اسمه جوجو، وهي شخصية من انمي دراغون بول. وظفت فيها تباين واختلاف ما بين الألوان الباردة والألوان الحارة، وهي شخصية محبوبة عند الأطفال، ووظفتها بطريقة نحبها أنا باش تعطيني جمال وإحساس بالمحبة لهذه الشخصية. شكرا لك يا مسلم، وأنا أيضا من محبين هذه الشخصية، هي شخصية مفضلة لدى الأطفال واليافعين، أليس كذلك؟ لقد أعجبتني لوحاتك، وألهمتني وأسعفتني بألوانها المضيئة والمفعمة بالحياة. الآن دورك يا مؤمن، حدثنا عن لوحاتك. سميت أول لوحة لدي ببحيرة الفلامينغو، رسمتها في وقت الغروب واستعملت الألوان الحارة. لننتقل للتحدث عن طموحاتكما، تفضل مسلم، ما هو طموحك في المستقبل؟ مازلت ما حددتش شنو نحب نطلع، أما مش نحب نحافظ على الرسم، موهبة الرسم فيه، ونتمنى أني تقعد معي للأبد.
شكرا لك. شعرت أنك لديك علاقة متوطدة جدا بالرسم، أليس كذلك؟ أي. وأنت يا مؤمن، ما هو طموحك؟ ماذا تريد أن تكون مستقبلا؟ أتريد أن تكون طبيبا أو مهندسا أو شيئا آخر مثل ما تريد؟ تفضل. يوجد كثيرا من الأفكار ولكن يعني الرؤية غير واضحة. ليس الآن، ما زلت صغيرا، أليس كذلك؟ شكرا لكما. من الذي حفزكما على الرسم؟ أمي، ماما. تحية لهذه الأم، تحية كبيرة لها لأنها خلقت منكما طفلين مبدعين من خلال حديثكما ورسوماتكما. شكرا لكما. كلمة الختام، تفضل مسلم. نحب نشكركم على الاستضافة ونشكر ماما وبابا ومسيو زبير وعائلتي الكل. تحية، شكرا لك أولا، وتحية إلى الأستاذ زبير دربال. تفضل مؤمن، كلمة الختام. نسلم على ماما وبابا وعائلتي الكل، ونشكر سيدي على الاهتمام بنا. شكرا لكم، إنني لسعيدة جدا باستضافة جوهرة من الإبداع مثلكم. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأفاضل، هذا هو عالم إذاعة الحياة، عالم الطفولة التي تقرأ والتي تبدع وتتألق. فاصل غنائي ثم نعود معكم.